السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. غادي نهضروا على العضو اللي كيحتوي ذاك المادة اللي كتصنع الدم، اللي هو النخاع العظمي اللي كيكون في وسط العظم. وغادي نعرجوا ان شاء الله على التحدث عن العظام، وغتكون ان شاء الله سلسله حلقات على العظام. غادي نشوفوا العديد من الاشياء، غادي نشوفوا فريق عمل العظام كما شفنا الدم، كما تطرقنا العديد من العناصر هي فريق عمل ديال الدم. اليوم غادي نطرقوا لفريق العمل ديال العظام، وغادي يشوفوا الناس باننا ما غاديش نهضروا على الكالسيوم، لان الكالسيوم كتبقى نقطه في محيط من فريق عمل ديال العظام وصلابه العظام. وغادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله بان العظام ماشي هي غير كالسيوم، هي عضلة في حد ذاتها، وغادي نشوفوا هاد الأشياء هادي كاملة. بالنسبة للعظام، هي كلمة ديال العظام كتعكس العظمة ديال الخالق ديال العظام هادي، اللي هو الله عز وجل. الإنسان لابد أنه يكون عنده واحد القوام، واحد المادة اللي كتشد هاد الأنسجة الغضروفية اللي هي ما يسمى بالعظم. من وظائف العظم، أنه الوظائف العظم كل شيء كيعرفها، هي ولولا هاد الجهاز العظمي لكان الانسان واحد الكومه ديال الجلد وديال اللحم لا شكل لها، ولكن بسبب هذا العظم هذا الانسان كيشد القوام ديالو كما النبات. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. النبات كذلك عنده السيلولوز، الانسان عنده العظم. من وظائف كذلك العظم انها كتحمي الاجهزه النبيله من هذا الدماغ اللي هو محمي في واحد الكره عظميه تسمى الجمجمه، النخاع العظمي محمي في واحد العمود يسمى العمود الفقري، القلب محمي في واحد القفص يسمى القفص الصدري، الرحم ديال المراه محمي في واحد العظم يسمى عظم ديال الحوض، معامل الكريات الحمراء محميه في واحد الداخل، واحد العظام اللي اي عظام ديالنا فيها وسط من هذاك المخ اللي كيفيه كتتم صناعه الكريات الحمراء. وبالتالي العظم هو واحد الماده كتشد لنا القوام ديالنا. قلت انا يكون الا ما كانش غيكون انسان هو واحد الكومه من الجلد ومن اللحم، ما عندهاش واحد الشكل، هو واحد نسيج اللي هو حي، وهذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لان الناس خصهم يعرفوا باللي كل تقريبا 6 سنوات كيكون عندك عظم جديد. يعني مثلا انت عندك مثلا 12 سنه، في 18 سنه بالتمام كيكون عندك عظم اللي هو عظم جديد في الجسم ديالك، وهذا كيكون كيزيد واحد الجسم ديالنا كيزيد واحد التجدد، وهذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. علاش؟ باش الناس كيسولوا علاش؟ مساله بسيطه، هو ان مثلا واحد الانسان تعرض للكسر، الله سبحانه وتعالى عطانا نعمه انه كيتجدد هذا العظم هذا. دائما كان في الخلايا غادي نشوفوا بالتفصيل ان شاء الله، عندنا خلايا اللي كتسمى لوستيوكلاس، وعندنا هي اللي كتسهر على الهدم والتجديد ديال هاد الخلايا العظم. باش كاختصار، العظم هو نتيج حي فيه هدم وبناء مستمرين لتجديد هاد الخلايا اللي كتجدد كل 6 سنوات. بالمناسبه الجسم ديالنا كله يتجدد بين 5 و6 سنوات، الا خلايا الدماغ وخلايا القلب، نعمه من الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لان الا تجددت الخلايا ديال الذاكره بالخصوص، خصنا كل مره نعاودوا نقراو. الوغ الله سبحانه وتعالى عطانا ذاكره اللي ما كتجددش بحجم الحبه ديال العدس. الوغ دائما قلنا كاين هاد التجدد بين الخلايا، كاين المفاصل وغادي نشوفوا بالتفصيل، وغادي نعمقوا مزيان فيما يخص لاكتروز بالحلقات المقبله، لان المرض هذا كثير بزاف. غادي نشوفوا ليغني ديسكال اللي هي الانزلاق الغضروفي، وهادشي كامل علاقته بالتغذيه. بين العظمين كاين المفصل، وفي هذا المفصل كاين واحد ما يسمى بالسائل اللي هو الزيتي اللي كاين في بين في المفاصل ديالنا. كيعرفوا الناس الاخوان السياره ديما كتزيد لها الزيت. علاش؟ هذوك البيستونات اللي كيكونوا عندها باش يكون حركه جيده كدير لها الزيت، وهذيك الزيت كضطر تبدلها كل مره، يعني واحد مساله دوريه. حنا الجسم ديالنا ما كنبدلوا فيه حتى شي حاجه، هو كيجدد راسه باش بمقومات اللي هي مقومات غذائيه بنمط العيش اللي كنعيشوه. غادي نشوفوا، لان لما نتحدث رسميا فيما يخص جانب الصحه العظام، الكل يتحدث عن العظم في حد ذاته. نصف ديال المشكل ما كنهضروش عليه اللي هو العضله. وغادي نشوفوا القران الكريم كيف ربط بشكل مباشر. انا كنقول الناس هشاشه العظام غادي يجبدوا المشكل من القران الكريم، والاصل ديالها من القران الكريم. غادي يجبدوا الحل من القران الكريم، وغنجبدوا الحلول ديال العظم كامله وتقويه العظم كامله من القران الكريم ومن الدين الاسلامي. هادشي اللي ما غاديش نشوفوه في المجلات العلميه العالميه، كنشوفوه في الجانب الديني. وغادي يجبدوا جميع النقاط اللي غنهضروا عليها،
كلها غادي يجبدوها من القرآن، لا المشاكل ولا الدياغنوستيك تشخيص ولا الحلو إن شاء الله في هذه الحلقة وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله بإذن الله. نسرين صباح الخير. صباح النور عليكم. أهلا وسهلا. صباح النور دكتور. عندي أنا يا ألم في العظام ديالي، كنحس المفاصل ديالي يدي لي منها كتضرني، وحتى بالنسبة للأعصاب لاحظت أن يدي كتضعف. مشيت عند واحد البروفيسور ملي دار التشخيص قال لي عندك إين نوروباتيك موتريز أبلوك دو كونديكسيون. عندي 24 سنة وعندي الكوليسترول تقريبا ديما طالع واخا كندير ريجيم، ويدي ما ضعفت عليا بزاف، وحتى يعني المهم الكتبه ديالي تبدلت. شنو هذا الريجيم اللي كديري عافاك تعطينا فكره عليه؟ كان نتجنب المقالي ما كناكلش الخبز الابيض، كنقلل السكر. ما كناكلش الفواكه. عندك القلق في الحياه اليوميه ديالك؟ كان فاز واحد الفتره ديال القلق ديال دراسه الماستر ديالي تقريبا عامين ونص ديال القلق. نعم بسبب الدراسه نسرين. نعم ما كتاخذيش الفواكه؟ سي كناخذ الفواكه ولكن ماشي من بعد الوجبات. ذاك مثل هذيك الفتره ديال القلق دابا دازت، ولكن يعني بحال الاعراض ديالها اللي بانوا فيها. نعم شحال كتلقاي عندك الكوليسترول توتال؟ الكوليسترول تقريبا 2.3 حتى 2.8. واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك نسرين، وشكرا لك. غير نسرين قبل ما تقطعي، بغيت نعرف دابا من بعد الدراسه يعني شنو الحياه ديالك؟ اشتغلتي دابا؟ شنو دابا باقيه ما اشتغلتش حيت مع الاجراءات ديال الطبيب والتحاليل وداك الشيء بحال معطلاك، هي اللي دابا عائق بالنسبه لك. واخا واحد الملاحظه عافاك. نعم الطبيب قال لي الي بروبابل هاد لوريجين راها ايريديتار. وانت كاينه عند شي حد في العائله ديالك عند من هاد الحاله؟ انا ما هاد الحاله ما كايناش عند العائله ديالي. ايه نعم ولكن بويسكو كاع لي زوتر كوز سون اليميني قال لي تقدر تكون وراثيه. نعم واخا ان شاء الله نسرين جاوبوا على سؤالك، وشكرا لك تواصلتي معنا وكل التوفيق. كنتمنى لك نسرين 24 سنه فالحمد لله راك مازال في البدايه ديال الحياه ديالك، ومازال المشوار ان شاء الله يعني ربما مازال كاينه ديال الامنيات اللي غادا تحقق من بعد، وما كنعرفوش دائما كنقولوا المستقبل شنو مخبي استاذ الحليمي. فكنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنسرين، لانه كيكونوا ناس اللي صراحه لا في الدراسه ديالهم لا في العمل ديالهم كل شيء كيكون من القلب، وربما هاد الناس مشاكل صحيه ولا اعراض استاذ الحليمي كتبان عندهم من بعد. فنسرين قالت على انه كان داك الضغط ديال الدراسه ربما ديال النتيجه اللي هي كانت بغاتها تكون مرضيه حتى بالنسبه ليها، وكاين الناس اللي كيف ما قلنا حتى على قد المجهود ديالهم على قد ما كيبغيو يكون داك الزرع او لا تكون ديك النتيجه. فشنو النصيحه اللي نقدروا نعطيوها لنسرين استاذ الحليمي؟ نعم هو شفتي واحد النقطه استاذ عساس مهمه بزاف، هو غدا ما كنعرفوش شنو غادي يوقع. اكيد نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، الناس خصهم يعرفوا باللي علم الغيب راه الله سبحانه وتعالى ما عطاش حتى الرسل، فما بالو كيكون شي واحد اللي بقى يتنبا وهاد الاشياء هادية. انا كنقول من رحمه الله ان ربي ما عطاكش تعرف شنو كاين غدا. علاش؟ مثال بسيط، انا نعطي مثال ناس بسيط. كتكون كتفرج شي فيلم، شي واحد قبل منك تفرج ذاك الفيلم كيبقى يعاود لك عليه، انت ما كيعجبكش الحال، كتقول له راك كتحرق لي ذاك الفيلم خليني نتفرج. هذه هي الحياة ديالنا. الحياة ديالنا هي واحد المسلسل حياة، واحد الدور كنأديوه كنعيشوه. أنا يعني إنسان كون عرف رحمة الله راه نعمة، رحمة من رحمة الله أن ربي ما عطاكش شنو غيوقع لك من هنا جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق. اشتغل إياه وكيبقى الأعمار بيد الله والأشياء كلها بيد الله، غير هي باش الناس يعرفوا هذه المسألة. علاش؟ أن الله رحيم بالعباد، ومن رحمة الله أن ربي ما عطاناش شنو ما نعرفوش شنو غيوقع لنا وعلم الغيب. وانا قلت العلم الغيب بلا ما يحرق راسه شي واحد يقول راك راه يتنبا الاشياء، ما عطاش الله سبحانه وتعالى حتى الرسل، فما بالك الكائن البشري العادي. الوغ المشكل فعلا 24 سنه وعندها ارتفاع الكوليسترول، هذا يعكس تغير ديال نمط العيش ديال الكائن البشري. انا بغيت غير نحيد واحد النقطه وديما كنهضر عليها، انا الله سبحانه وتعالى كيرحم الكائن البشري. بسم الله الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، والملائكة كتقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وبالتالي أكبر صفة نسبها الله سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة. شنو كنستنتجوا من هنا؟
ان ملي كتجي تترجم معلومات اللي هي معلومات غير ما عندهاش واحد الاطار اسلامي كتمشي كتلقى علم الوراثه، هذا المرض وراثي، هذا المرض. اما ملي كتجي للرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، انا كنقول الناس عافاكم، بعدوا من المعلومات المعلبه ماشي الاغذيه، حتى المعلومات هناك معلومات معلبه كتجينا، وهذه المعلومات هذه لا تنطبق في التنزيل ديالها في المجتمع الاسلامي ديالنا. مين بغيو ننزلوا المعلومات نفكروا مزيان، وانا كنهضر مع المختصين بالخصوص، مين بغيو ننزلوا المعلومات نفكروا مزيان باننا نشتغل مع الشعب عنده ثقافه اللي خاصنا نادابتيو ونلائمو هذوك المعلومات. ملي كنقولوا الوراثه، انا كنقول اي مرض الوراثه ما كتفوتش 5%، يعني 95% كلها في يدك، باش بليبيجينيتيك بداك التعبير ديال الخلايا ديال داك الجينات. انت يقدر يكون عندك جينات سكري، يقدر يكون عندك جينات سرطانيه، يقدر يكون عندك جينات، ولكن هذوك الاجال راه كيفيقوا لك يبقاو ناعسين بلا ما العيش ديالك. الوغ الا كنتي جالس يعني عندك لاسيدونتاريتي ما كتاكلش مزيان، عندك القلق ما كتنعش مزيان، اكيد هذوك الاجيال عندهم احتمال انهم يفيقوا. مي ماشي الام ديالك والاب ديالك والجد ديالك والجده ديالك، لا من الاب ولا من الام، عندهم ارتفاع الكوليسترول لا يعني تماما ان انت غيكون عندك ارتفاع الكوليسترول. هذه بغيت نحسمها انا باش الناس المستمعين يحسموا بها. علاش؟ لان كندوزوا من الالم الى الامل، وهذا الشيء اللي كنبغيو حنا نديرو. الوغ المشكل ديال الاخت انها عاشت واحد الفتره ديال القلق، وبالمناسبه مادام هي حلات القوس ديال الكوليسترول ما فيها باس. القلق لو ستريس ولا الكورتيزول بالخصوص، الوغ ملي كيكون الانسان في حاله ديال القلق كيعطينا، لان القلق انا قلت مين نهضروا على الامراض صنفوا دائما حطوا القلق. مي يقول لكم مثلا شي واحد اسباب ديال هذا المرض، ديما حطوا القلق هو الاول القاسم المشترك بين جميع الامراض، لان يعني الكورتيزول هو نعمه، ولكن ملي كيكثر كيولي كاتابوليزون، كيدقدق لنا لو كور ديالنا بهذا المصطلح اللي كنهضروا به. الوغ قلت انايا القلق شنو كيدير لنا الكوليسترول؟ لوكسيداسيون ديال الكوليسترول كيحولنا الاش دي ال كوليسترول اللي هو لو بون كوليسترول، وبالمناسبه هذا الاش دي ال ماشي هو الكوليسترول في حد ذاته بقدر ما هو الناقل ديال الكوليسترول. الوغ كتحولنا الاش دي ال كوليسترول لال دي ال كوليسترول، وهذه قلما نسمع هذه المساله هذه، وهي مساله الجسم ديالنا كيقوم بها. شو كيف الا كنت انت مقلق راه واخا دير الحميه، انا كنقول دائما راه الحركه والنوم والتغذيه والقلق باش كنكونوا الصحه ديالنا. راه مثلا تقدر تكون كدير حميه جيده، الا ما كنتيش كتنعس مزيان وكراك مقلق كتمحي كل ذاك الاشياء الجميله اللي صاوبتيها بالحميه ديالك، وبالتالي تضافر الجهود ديال القلق ما خاصوش يكون قلق بشكل كبير. وقلت انا العلاج ديال الاكتئاب في القران الكريم موجود في نصف ايه، نصف ايه فيها العلاج ديال الاكتئاب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الوغ القلق، النوم الجيد، التغذيه والحركه، هادو كاملين حتى كيتجمعوا. ما تقولش انا كندير حميه، ولكن كدير حميه انت جالس في الدار ما كتحركش، كدير حميه كتنعس حتى 12 الليل، كدير حميه عندك قلق بشكل مستمر ما كديرش يعني الجانب الروحي ما كتشتغلش عليه، وبالتالي يتاكسد الاش دي ال كوليسترول الى ال دي ال كوليسترول، وكيولي عندنا ما يسمى بارتفاع الكوليسترول اللي هو كوليسترول توتال. لا علاقه بالموضوع ديال اليوم، شوف الحركه سبحان الله، ملي كدير حميه الرسول صلى الله عليه وسلم هضر على حميه وحده، المعدة بيت الداء والحمية، ما قاش والحميات. الحمية هي واحد الأغذية ديال الكائن البشري، أغذية فيزيولوجية. ملي كتحرك، ملي كدير نظام غذائي، ملي كتنعس مزيان، ملي كتقلل من القلق، كترجع الجسم ديالنا. الجسم دائما أقول دائما يبحث عن التوازن. فاش؟ التوازن في واحد الأرقام اللي هي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى في الجسم ديالنا، اللي هي أرقام اللي كتسمى لافوخشات ديال لوميوستازي، ديال التوازن في الجسم ديالنا. نسبة السكري في الدم، نسبة الضغط الدموي، نسبة الكوليسترول، هادوما كاملين باش كيتحققوا بداك النمط العيش اللي كتقوم به انتيا. من هنا مباشرة غادي ندخل في النقطة ديال العلاقة بالموضوع ديال اليوم. من الأسماء الحسنى ديال الله سبحانه وتعالى الباسط والقابض. الوغ حنا العظم ديالنا كينمو عن طريق واحد الهرمون سميتو جي اش، الكروث هرمون أو لوغمون دو كرواسونس. تصور الانسان كيقول لك هذا الحاسوب اللي صنع الحاسوب ذكي، اللي صنع الاله ذكي، ولكن ما كيشوفش اللي صنع الجسم ديالو بين قوسين، واخا هي قليله في حقها، ولكن غادي نسميوها اله. غنهضروا على اله بسيطه اللي هي اليد مثلا. الا خديتي اليد ديالك، هذاك الابهام ديالنا خصنا نعرفوا باللي لهذا الابهام العجيب هو صانع الحضاره البشريه. تصور نعطي مثال مثلا، حاول تلبس حوايجك، الناس يعرفوا الابهام هو الصبع الكبير.
حاول تلبس حوايجك بلا ما تستعمل ذاك الابهام، حاول تشد ستيلو بلا ما تستعمل ذاك الابهام، حاول تشد التليفون بلا ما تستعمل ذاك الابهام، حاول تاكل بلا ما تستعمل ذاك الابهام. وبالتالي الابهام هو صانع الحضاره في هذه الحضاره اللي كنعيشوا بها واللي كنفتخروا بها. احنا دابا اليد كلها فيها 27 عظم، 28 مفصل، 33 عضله، وبالتالي هي اله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الفخذ ديالنا، العنق، عفوا العظم ديال العنق الفخذ ولا العظم ديال الفخذ كامل، العظم ديال الفخذ ديالنا كيهز عظم واحد مثلا اليد الرجل اليمنى كيهز 250 كيلوغرام، معناته ان الجسم ديالك قادر انه يهز نصف طن، ماشي كنقولوا الناس يهزوا نصف طن، ولكن كنشوفوا الصلابه ديال هذا العظم. شنو الخاصيه ديال العظم واللي مازال ما وصلهاش الكائن البشري دابا؟ وما اوتيت من العلم الا قليلا. الخاصيه ديال العظم هو ان في البنيه ديال العظم يتحقق حد اقصى من النتائج بحد ادنى من اللوازم، معناته ان ماده ديال العظم هي خفيفه بزاف، خفيفه يعني كيعرفوا الناس الطائرات، الطائره راه فيها ما يقارب 300 طن، باش تشتغل خاصها 300 طن ديال الوقود. شوف الجسم ديالنا، شوف القوه، العظم ديال الفخذ كيهز لك 250 كيلو، يعني الجسم كامل كيهز تقريبا نصف طن. الوغ انت قلت انا العظم يحقق القاعده ديال في بنيه العظم يتحقق الحد اقصى من النتائج بحد ادنى من اللوازم، يعني ماده بسيطه ديال العظم اللي هي خفيفه وكتعطينا القوه. علاش؟ ان الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العظم علقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى هنا يشير الى مساله مهمه جدا. انا قلت انايا العلاج ديال هشاشه العظام كاين في القران الكريم. القرآن ينظر إلى الواجهتين ماشي غير العظم. فكسونا العظام لحما، أنا كنقول للناس العظم كينمو باش بالعناصر اللي كنعطيوه، بالمناسبة ماشي غير الكالسيوم، الفوسفور، مانيزيوم، والنجم ديالنا ديال الحلقة المقبلة هو معدن البورون. الناس ما كيعرفوش وما كنلقاوش في الإشارات، علاش؟ لأنه كاين غير في الأغذية الطبيعية، كاين غير في التمر والشريحة والزبيب وهاد الأشياء هادية. من هنا كنشوفوا المعلومات المعلبة، والناس خصو يخدموا شي شوية الذكاء ديالهم، واخا؟ ألوغ فكسونا العظام لحما، القرآن الله سبحانه وتعالى يشير لك، كيعطيك إشارة أن صحة العظم تتعلق كذلك بالعضلة، لأن العضلة ملي كتحرك هناك حركة، وبالمناسبة العظم الكالسيوم ما كيكونش غير العظم، حتى العضلة، لأن العضلة عندها لي فيبر ديال أكتين ميوزين، أكتون ميوزين، كيتحركوا باش بالكالسيوم. ألوغ بحركة العضلة كدير اهتزازات، ملي كدير اهتزازات العظم كيشد داك الصلابة ديالو، العكس إلا كنتي غير جالس وما كتحركش العظم كيعطينا هاد الضعف اللي كيكون. وهشاشة العظام أنا كنقول وأستسمح، هشاشة العظام هي هشاشة في المبادئ، هشاشة في القيم، هشاشة في الأفكار، هشاشة في المعلومات المعلبة، هشاشة في بعض الأشياء التجارية. وبالتالي إلا بغينا نهضروا على هشاشة العظام كنجبدوها من القرآن، كنجبدوا العناصر اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. هادشي عشرة تائنا أننا نحدوا هذا القوس هذا باش نعطيو أشياء بسيطة اللي ممكن نديرها وتقي شر هذا المشكل اللي هو أصبح مشكل عالمي، واللي هو واحد نسبة يعني واحد الخطورة كبيرة، ما يقارب كسر كل 20 ثانية في العالم. ألوغ إلا بدينا نحسبوا واحد جوج ثلاثة 20 ثانية، كل 20 ثانية هناك كسر في العالم. بهادشي باش جاي؟ جاي بنمط العيش اللي كنعيشوه، بهاد المعلومات اللي هي معلومات معلبة في إطار تجاري اللي غادي نصحوها إن شاء الله اليوم وفي القريب العاجل. نعم. غادي نشوف مكالمة أخرى هاد المرة من بعد نسرين، في مكالمة معنا سحر على الخط من مدينة فاس. صباح الخير سحر. الحبيبة أخت عفاف لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. لاباس حبيبة؟ الحمد لله. كي داير الدكتور اللي معاك؟ الله يبارك فيك شكرا. دكتور بعطيك السر، بغيت نسولك واحد السؤالات. انا عندي الحرق في القدم ديالي بزاف وكيطلع لي حتى مع ظهري. ملي كنتمشى بزاف كندير الحركه بزاف، ولا كنبقى واقفه هكا في الكوزينه بزاف كتعطيني الحرق اكثر من القياس، بحال اللي كيعيد عليا الضوء في القدم ديالي. دابا ملي ندوز خرجوا لي التحاليل ديال فقر الدم ومزيانين، وديال الروماتيزم طالعه قالت لي عندك شويه. دابا عطيتها تحاليل، دابا قالت لي ديري الراديو. دابا عاد غادي ندير راديو نهار الى كتاب. وانا هادشي قلت ربطته مع زيت الزيتون، عمري ما كليته. مي وليت كنسمعك كتهضر على شنو كاين زيت الزيتون، شنو هما الفوائد ديالو، وليت كنخاف بزاف على راسي، حيت كنسمع غيصيفط شي مرض واحد اخر.
ما عمري غمست فيه، كناكلو في الطاجين ديال اللحم اما باش نغمس فيه في الصباح ولا شي حاجه عمري كنقربو لفمي كتهبط بحال كنبغي نرجع. هذا السؤال ديالي، بغيت نشوف المضاعفات ديالو الا ما بقيتش كناكلو، زعما غير يرتبط مع هادشي ديال العظم هو اللي كيعطيني الحرق الرجليه وظهري. وسؤال ثاني، نعطيك سر ولدي عنده 8 سنين عنده الشهيه مفقوده في ثانيه، يا واخا راني خرجت على الموضوع سمح لي بزاف. لا عنده الشهيه بصفه نهائيه. شحال الوزن ديالو والطول شحال صحر ديال ولدي؟ اييه لا الميزان عنده ناقص، عنده 20 كيلو وعنده 8 سنين عنده 20 والطول ما وقيله 190 وقيله متر ولا ما نعرف بحال هكا وقيله. نعم المهم متر و10 ما زايدش. يعني الفطور ما كياخدش الفطور معاكم ما كيتغداش؟ لا غير داك كويز الحليب وفرماج الغداء الى درا الى خدا ثلاثه الصديقات كافيه. الصلاده ما كيبغيش ياكلها لي، العشاء عاود هكاك ولا الكوتي، المهم غير شي ثلاثه الصديقات مع بعض كيقول لك شبعت. والسقطه ديال الزنقه وليد يعني كياكل على برا؟ لا كان شحال هذه كياكلها بزاف دابا قطعتها عليه. نعم شحال دابا المده باش قطعتيها؟ يلا مؤخرا دابا هذه تكون عام مده ديال عام. نعم قطعها عليه مره مره عاد كياكلها ماشي زعما قطعها في خطره. نعم مهم الشهيه والو، الميزان عنده راه 20 كيلو راه ناقص على 3 سنين. وسيحوا لنا بزاف وراكم مصرونين على هذا البرنامج بزاف 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 بزاف. العفو شكرا لك. العفو شكرا لك سحر. شكرا شكرا لك سحر تواصلتي معنا من مدينه فاس. اذا اول حاجه غادي نتكلموا على ذاك الحريق اللي كيكون في القدم ولا مثلا عندنا حتى بالنسبه للعظام كاين ناس استاذ الحليمي اللي كيقول لك انا كنحس بالالام في العظام ديالي. بغيت نسولك كذلك على المساله ديال الناس اللي كنشوفوا مثلا في الركوع وفي السجود يعني اثناء الاداء ديال فريضه الصلاه او لا كنسمعوا واحد صوت في العظام ديالهم استاذ الحليمي، واش هذه كتكون مساله طبيعيه؟ واش هذه المساله راجعه لشي نقص في شي ماده من العناصر الغذائيه اللي كيكونوا هما محتاجينها وربما هذيك علامه من العلامات؟ لان ما كنشوفوش عند الناس كلهم، ولكن الناس اللي كتكون عندهم واحد الحده يعني كيكفي انه يبغي يجلس كنسمعوا ذاك الصوت يعني بحال العظام كيطرطقوا كيبغي يوقف يعني كيترنس المشكل، هذا الامر علاش كيكون راجع؟ نعم هو اولا غير باش نوضح واحد النقطه بالنسبه وخاصه في الموضوع ديال اليوم. لا في الهاتف ما انا كنقول دائما راه ما يمكنش شي طبيب ولا شي مختص في الهاتف يدير لك دياغنوستيك يدير لك تشخيص. كتبقى حنايا شنو كنديروا؟ كنحطوا الناس غير في دي بيست واحد المسارات اللي يمشي في ذاك المسار هذا. اما الزياره الطبيه وهذا الفحوصات الضروري من زياره الطبيب، حنا بالنسبه لنا حنايا نتحدث عن الجانب الغذائي والشق ديال العظم اللي كنهضروا عليه، والجانب الغذائي دخل في جميع المواضيع فيما يخص لان الاكل ديالنا هو هي اشياء اللي هي لان الاكل ولا التنفس الانسان ملي كيتزاد اول حاجه كيديرها كيتنفس كيغوت، علاش؟ لان لي بومون ديالو كيتحلوا كيبدا ياكل سلكي في هذه اشياء اولى يعني كيديرها الكائن البشري في الحياه ديالو. بالنسبه لهذا الاصوات هذا فعلا استاذ عفاف هي ماشي غير في هذه الحركات، حتى في المشي كنلاحظوا بعض الناس هما كيتمشاو كيلاحظوا ان الرجلين ديالهم كيترطخوا. الوغ هاد المساله تكاد تكون عاديه في غالب الاحيان، ولكن في بعض المرات كتكون حاله مرضيه. واخا الوغ الا ما كانتش كثيره كتكون عاديه جدا. غير بالنسبه للصلاه هنا الموضوع مهم جدا. حركه الصلاه واختيار ديال الله سبحانه وتعالى هاد الحركات بالضبط وخاصة حركة الركوع، الجسم ديالك يكون في زاوية قائمة، العضلات الخلفية كتشد الجسم بحال إذا شد واحد الحبل ديال هاد العضلات ديالنا، مما يزيد في الصلابة ديال العضلة والناس والتمرين ديالها. والناس ما ينساوش بأن احنا في هاد الحلقات اللي غنهضروا على العظم فكسونا العظام لحمة، ما كنهضروش على العظم، كنهضروا على العظم والعضلة في حد ذاتها. الوغ باش الناس يفهموا هذه النقطه هذه، الوغ هذه الاصوات هذه بجواب مباشر تكاد تكون عاديه، ولكن الا كانت بنسبه كبيره ومعها الم ضروري يكون هناك زياره للطبيب باش اننا نشوفوا المشكل اللي كيكون منين جاي. السؤال اللي سولت الاخت على زيت الزيتون، الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. علاش الله سبحانه وتعالى ما قالش الزيت؟ قال الدهن، لأن كاين الفرق. القرآن الكريم فيه مصطلحات اللي هي مصطلحات فيها واحد الفرق كبير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى من جبد مسألة الزيت
ذكرها للإضاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. من الله سبحانه ذكر اسم زيت ذكرها للإضاءة. أما من غلى سبحانه تهدر على الأكل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شنو هو الدهن وشنو هو الزيت؟ الزيت كيكون مصفي. بالمناسبة الكائن البشري اللي خاصو ياخذ هو الزيت، الزيتون وزيت أرغان. وزيت الزيتون اللي كاينه في البلاستيك ماشي زيت، باش نحسموا في هذه النقطة. الوغ زيت الزيتون هي الزيت اللي كنمشيو نجيبوها من عند الفلاح وكنخرجوا عنده وكنسقطوا مع الزيتون وكنديو داك الزيتون وكنعصروه بيدنا وكنجيبوه وما كنديروش البلاستيك. هذه هي زيت الزيتون اللي كنهضر عليها انايا بالخصوص. هذا يعني اشياء يعني اللي هي علميه. اما ملي كنديروها في البلاستيك، البيسفينول ا، الفطالات، هادو سون دي بيرتورباتور اندوكرينيان اللي ما كنهضروش هذه المساله محسوم فيها. زيت الزيتون علاقته بهشاشه العظام. الاخت قالت ما كتاخذ زيت الزيتون حياتها كامله. الوغ هذه مساله يعني انا لا احبذها. علاش؟ مساله بسيطه جدا واللي حتى المختصين خاصهم يردوا البال لهذه النقطه. الدهن هو الزيت اللي كنعرفوا حنايا اللي كتكون مصفيه زائد داك الماده الخضراء. الماده الخضراء اللي كاينه في الزيتون كتكون المذاق ديالها مر، يكون اللون ديالها يميل الى اللون الاخضر، هذاك هو الصبغ. شنو هي علميا اسمها هذه الماده؟ سميتها الحمض الاوليك. وهذه الماده ديال هذا الزيت هذا اللي هو حمض الاوليك بالمناسبه هو اللي كيثبتنا الكالسيوم على العظام. وهذه النقطه هذه قلما يتم الاشاره لها. الوغ هاد الاولوغوبيين اللي كاينه في الزيتون بصفه عامه في الاوراق وفي الزيتون، حمض الاوليك هو اللي كيعطينا داك المروره اللي كاينه في الزيت الزيتون. الوغ حمض الاوليك هو من يثبت الكالسيوم على العظام، لان العظام فريق عمل العظام الكالسيوم اخر حاجه. اما الحديد كنا هضرنا على اخر حاجه الحديد، فريق عمل ديال الدم اللي هو فيتامين بي 12 والنحاس وبي 9 والحديد والفريق اللي هضرنا عليه كامل كذلك فريق عمل. لان الاشياء بسيطه جدا. ملي كنهضروا مثلا على واحد الكاميرا، مثلا واحد فريق عمل كيصور واحد الفيلم، اللي كيبان هو الفنان، ولكن الفنان دائما كيشكر واحد فريق عمل. شنو هو الفريق عمل؟ التقني ديال الصوت، المخرج، الناس اللي كيكونوا خلف الكاميرا. الوغ حنا حطينا قدام الكاميرا واحد الماده شهيره اللي هي الكالسيوم، ولكن نسينا الفريق عمل اللي ما كيشتغلش به. الا ما كانش هذا الفريق عمل ما يشتغلش الكالسيوم. الوغ الكالسيوم هو اللي قدام الكاميرا، هو اللي حاطينا في الاشهارات، هو اللي حاطين بزاف النقط، ولكن نسينا الفوسفور، نسينا المغنيسيوم، نسينا الفيتامين دي، نسينا معدن البور. الوغ المعدن البورون فين كاين؟ كاين في التمر، كاين في الزبيب، كاين في الشريحه، وكاين في الفواكه، وكاين في الشعير، وكاين في النخاله. الوغ الناس ما كيهضروش عليه لانه تجاريا كما كنقولوا حنا الخبر في راسكم. الوغ هذه الاشياء هذه كامله. الوغ من نهضروا عفاكم على فريق العمل، نهضروا على الكالسيوم. الكالسيوم باش يثبت كيحتاج الاولوغوبين الزيتون، كيحتاج واحد لو غابور كالسيوم فوسفور. مثال الناس اللي كياخذوا المصادر الحيوانيه بزاف كيطلع الفوسفور، لان المصادر الحيوانيه فيها الفوسفور. الوغ مين كيطلع لك الفوسفور، الجسم كيحاول يوصل النسبه ديال الكالسيوم فوسفور. الوغ مين كيحاول يوصل النسبه الكالسيوم فوسفور كيمشي كيجيب لك الكالسيوم من العظام، لان هو المخزون الاساسي ديال الكالسيوم. تكون عندك هشاشه العظام، الوغ كلشي عنده اليوم ناقص فيتامين دي بهذا النمط اللي كنعيشوا فيه. المغنيسيوم ما كنردوش انا ما نركزوش عليه بزاف، لان هو كاين في الشريحه، في التمر، في الزبيب، الاغذيه اللي خليناها. الكالسيوم، فوسفور، الاولوغوبين، هادشي كامل باش نقول للاخت ان الا ما كنتش كتاخذ هذه الماده الو غيكون عندها مشكل، لان ماده الاولوغوبين بشكل مباشر هي اللي كتثبتنا الكالسيوم على العظام. بالنسبه للطفل ديالها انا كنوعدها ان شاء الله باذن الله غادي نديروا واحد سلسله حلقات للاطفال، ما يقارب 5 ولا 6 الحلقات على الاطفال باش نهضروا على هذه النقطه هذه. انا غنعطيها نصيحه واحده، ملي تبغي تفطري ولدك عافاك فطريه بالخبز الكامل وبزيت الزيتون وبالشاي، او لا بالشاي والخبز ديال الكامل ولا البيض البلدي، لان البيض البلدي فيه ماده الليسيسين. ولا كنتي كتقلبي على الكالسيوم، الكالسيوم كاين في كل ما خلق الله. ملي كتاخذ خبز كامل فيه كالسيوم، ملي كتاخذ شاي فيه كالسيوم. علاش؟ لان فيه الماء. الناس غيقولوا لي كيفاش الماء؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الوغ اي حاجه فيها ماء
كل حاجه فيها ماء فيها كالسيوم. الناس كيبغيو هذه شحال في قديم الزمن كانوا داك الغلاي كيبغيو يتوضاو به كيلقاو داك يسميوه الكالكير تحت الغلاي، هذاك هو الكالسيوم. انا نقول الكلس هذاك اي حاجه فيها الماء فيها كالسيوم. والجميل شنو هو؟ هو ان لا بيو ديسپونيبيليتي، شحال كيستافد الجسم ديالك من المصادر اللي هضرنا عليها، تمار، شريحات، زبيب، الماء، لا بيو ديسپونيبيليتي طالعه واحد النسبه اللي هي كبيره. نعم نعم. دائما تواصلوا مع المستمعين الكرام استاذ حليمي، وكل كثير من الاتصالات، فكنتمنوا ان شاء الله اليوم نجاوبوا على التساؤلات كلها اللي غادي ناخذوها من عند المستمعين. في مكالمه اخرى هذه المره غادي نمشيو باش نتواصلوا مع سعيد على الخط معنا من زاكوره. صباح الخير سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه عفاف لاباس. الحمد لله سعيد، مرحبا بك. كنشكركم وكنشكر الدكتور محمد الحليمي، الله يجزاكم بخير. شكرا لك سعيد، ومرحبا بنزيل زاكوره. بارك الله فيك. سي الدكتور الله يجازيك بخير، كان عندي شي حبوب ناض ليا في الجلد. نعم. في الجبهه ديالي، ومشيت عند واحد الطبيب وعطاني شي دواء، شي بوماطا وشي كنينات. كان واحد الكنينات كان فرقهم من نص، كيقول لي كل نص النهار. نعم. واستعملته مده الشهر. نعم. وحسيت بعظامي كلهم دقدقين. نعم. وما بقيتش كنقد حتى البنيه كيان جمعها، بحال هذا من الفوقين ليا الصبعان ديالي ومن الركابي لتحت. شحال في العمر؟ 40. 40 سنة. نعم. 40 سنة، حتى الصالة ما بقيت قديت نهبطها كويا، إلا ما حطيتش المخدة باش نحط عليها ركابي ديالي، كنحطهم بحال صافي، بحال واحد الآلام ما تصورش. نعم. والنهجة، ودار لي النهجة، وليت مشيت عند واحد الطبيب آخر، دوزت للصدري، قلت لك ماشي حاجة عندي في الرية، ما لقى عندي والو، ولكن النهجة ما بقيتش نقد نتنهج، غير نجري هكا 10 متر ونبغي نموت، بغيت نسخف صافي. وعطاني الدواء واستعملته وتبعت هذاك الدواء، ولكن دابا مازال هذا الركابي ويديا. نعم. والو، وفي هذاك الشهر ملي استعملت هذاك الدواء طيحت 8 كيلو. نعم. بغيت نمشي لك الدواء من بديتي تنقص، بديتي تنقص بالتدريج ولا حبستيه في مره؟ تقريبا ساليته، باقي لي واحد الدواء ديال 5 ايام في هذاك الدواء، وحسيت براسي مدقدق صافي وحبستو. نعم. قطعتيه بوحدك مره واحده؟ قطعتو هذاك ديال الجلد. نعم. اييه، الاقراص اللي مشيت للطبيب، ملي مشيت للطبيب قال لي راه هذا الدواء اللي دار لك كل شيء، هذا الشيء حيت فيه 25 ديكري، قال لي ما خصوش يفوت لك خمسه. ايه. نعم. غنجاوبك ان شاء الله. واضح واضح سعيد. نعم نعم سعيد. نعم. واخا واضح السؤال ديالك، واضح السؤال ديالك، وان شاء الله نجاوبوا عليك. وشكرا لك سعيد توصلتي معنا من زاكوره. اذا ربما واضح الماده اللي كان كياخذ في هذا الدواء استاذ الحليمي. نعم. فعلا من المضاعفات ديال هذه المساله اللي كتقيس العظم. نعم، هو اكيد يعني احتمال كبير ان الاخ كياخذ الكورتيزون. نعم. الوغ لي كورتيكويد ولا لا كورتيكوثيرابي. ان شاء الله كنوعد المستمعين اننا غادي نديروا نهضر على الجانب الغذائي، نهضروا على لي كورتيكويد بالخصوص، لان هذا الدواء اللي كيتسمى الدواء السحري غنعطيو الطريق ديال صناعه الكوليسترول، عفوا الكورتيكويد، والطريقه كيفاش نتقيو شر هذه المضاعفات اللي كتكون عندنا. لا كورتيكوثيرابي ماشي انا اللي خاصني نهضر عليها بجانب الطبي، خاصنا الاخوان الاطباء هما يهضروا على الجانب. علاش؟ لان لا كورتيكوثيرابي اولا خاصك تتبع مع الطبيب كما كنقولوا حنا بالحرف. علاش؟ لان خاصك تحترم لا دوز، وتحترم المده، وتحترم ان سميتو غير تقطع هذا الدواء تقطعو بالتدريج. علاش؟ باش نعرفوا لا كورتيكوثيرابي، حنا الجسم عندنا واحد الغده 4 الغرام، كل غده فيها 4 الغرام، سميتو الكدر او الغده الكدريه او لي غلوند سورينال. سميتو لي غلوند سورينال يعني التوأم ديال لي غان ديال الكليه. الوغ هاد الغده في حد ذاتها هي فيها تقريبا ما يقارب 4 الاعضاء، فيها المنطقه الوسطى ميديولو كنسميوها ميديولو سورينال، وفيها الكورتيكو سورينال. الكورتيكو سورينال فيها ثلاثه اللي كتعطينا الالدوستيرون اللي هو المينيرال كورتيكويد، واللي كتعطينا الدي اش او اللي كيعطونا الهرمونات الجنسيه اللي عند الذكر ولا عند الانثى، وفيها منطقه اخرى اللي كتعطينا اللي كنسميوها حنايا لي غليكوكورتيكويد. الوغ غليكوكورتيكويد هو الكورتيزول. الوغ الكورتيزول اللي كان الناس كياخذوه سو فورم ديال ليدروكورتيزون، الوغ شنو كيدير لنا في الجسم ديالنا؟ كيدير لنا اشياء هي مضاعفات خطيره جدا، ماشي كنقول لنا يحبسوه، لكن قلت انايا القاعده نحترموا لا دوز، نحترموا التوقيت، المده ما تكونش مده طويله،
واخ ونحترم مين بغي نناقش هذا الدواء هذا يكون نناقشه بمسألة تدريجية. شنو كيدير لنا هذا الدواء؟ أول حاجة كيدير لنا موبيليزاسيون ديال الكالسيوم. داكشي اش كنقولوا الناس حنا اللي كيديروا لا كورتيكوثيرابي تحركوا عفاكم نميوا العضلات ديالكم. ماشي غنقول لك انا خذ شي سائل ابيض باش تاخذ كالسيوم. كالسيوم كاين في جميع السوائل في جميع الاغذيه الطبيعيه فيها كالسيوم. تحرك علاش؟ لان الحركه الاهتزازيه هي اللي كتخلي لك الصلابه ديال شوف الاطفال كيتزادوا الله سبحانه وتعالى قال ثم انشاناه خلقا اخر. شنو المقصود بالخلق الاخر؟ الله سبحانه وتعالى كيقصد بالخصوص العضله. علاش؟ لان الطفل اللي كيتزاد فيه سنتين، سنه كثره الحركه باش ينمي الدماغ ديالو، وسنه كثره الاسئله باش ينمي عفوا كثره الحركه باش ينمي العضله والعظم، وكثره الاسئله باش ينمي الدماغ ديالو. الوغ انت بتاخذ الدواء وبالحركه شنو كدير؟ كتاكتيفي لنا لي زيمونكتواغ اللي هما اللي كيخرجوا لنا السموم، الكليه، الامعاء، لي بومون، واخا هادو هما كاملين، وليغان الكليتين. الوغ كتخرج داك السموم ديال الادويه او ميم طون كدير الموبيليزاسيون كتحرك لنا العضله، والعضله كدير اهتزازات، والاهتزازات ما كتخليش العظم يضعف. الوغ كتعطينا اول حاجه موبيليزاسيون ديال الكالسيوم سو كي فيها شاشات العظام. النقطه الثانيه انها قالت الاخت انها كتنهج. قال انه كينهج. نعم لا عفوا الاخ قال انه كينهج. علاش؟ لان من ضمن المضاعفه ديال الكورتيكوثيرابي انها كترفع لنا الاحتباس ديال الماء في الجسم، وبالتالي الخلل في البومب بوتاسيوم صوديوم، خلل في هرمون الالدوستيرون، وبالتالي وكيكون خلل حتى في الفازوبريسين عفوا لا ديرش الهرمون انتي ديوريتيك، كتعطينا احتباس الماء. ملي كتعطينا احتباس الماء كيزيدوا في الوزن، يعني قل يعني قلما كنلقاو نقص في الوزن، لكن عاده كنلقاو زياده في الوزن. الوغ هاد الزياده في الوزن هذا كتعطينا يعني بنسبه الماء كبيره، القلب كيبغي يضخ بواحد النسبه اللي هي كبيره، ملي كيضخ واحد النسبه كبيره كيكون هذاك عياء، وهذا العياء هذا هو اللي كيعطينا ذاك النهجه اللي كيلاحظوها الناس. النقطه الاخرى هي المساله ديال البوتاسيوم. الوغ لي كورتيكويد كيعطيونا واحد خروج البوتاسيوم شرف الله قدركم وقدر المستمعين عبر البول واحد النسبه اللي هي كبيره. داكشي اش كنقولوا الناس خذوا النبات، لان يعني علاش النبات فيه بوتاسيوم بشكل كبير. الوغ السبب هو هاد لا كورتيكوثيرابي. الوغ ضروري مي بغي يعاودها يكون واحد التتبع طبي فيما يخص هاد الاعراض هذه اللي غنقول له انا عافاكم الحركه شويه ديال الحركه، نتحركوا ناخذوا اغذيه جيده كنتقيو شر هاد المضاعفات هذه. بعض المرات كيكون شر لابد من هاد الدواء هذا، ولكن رافقوه بواحد اشياء اللي هي جانبيه اللي خاصنا نديروها باش اننا ما يكونش واحد التاثيرات اللي هي تاثيرات كبيره. نعم نعم. غادي نمشيو للشق الغذائي هاد المره استاذ الحليمي، ودائما كنقولوا الحمد لله في برنامج الصحه والسلامه حتى الاخصائيين اللي كيكونوا معنا والاطباء مشكورين، فكل واحد كيكمل الاخر. في الحلقه البارح استاذ الحليمي رفقه الدكتور مصطفى الودغيري كان الموضوع ديالنا على السمنه وعلاقتها بالامراض الباطنيه وعلاقتها بامراض ومشاكل صحيه اخرى. كنا تكلمنا على الناس اللي كيقول لك انا لما كيشوفوني الناس يعني ما كنبان انني عادي، الوقت اللي كنطلع فوق الميزان كنلقى على انه راه الوزن ديالي كذا 90 كيلو، كاين الناس اللي فيهم 100 كيلو، ولكن في الصوره في الشكل ما بينش فيهم ذاك الوزن. في يعني دارج عند بزاف ديال الناس كيقول لك انه هاد الناس راه العظم عندهم كيكون ثقيل. واش علميا ثابته هاد المساله استاذ الحليمي على انه العظم ديالنا كيهز حتى هو فيه واحد الوزن، وربما هو اللي كيخلي بعض الناس الوزن ديالهم في الميزان رقم اللي هو كبير ولكن شكلا ما باينش؟ زائد الشق الغذائي غادي نمشيو نتكلموا على مجموعه ديال العناصر الغذائيه او المواد وعلى راسها إيلان استاذ الحليمي. اكيد نعم اكيد. اولا بالمناسبه تحيه للاستاذ الودغيري على المجهودات اللي كيقوم بها، واحد المجهودات عظيمه بالنسبه للبرنامج ولا العمل الشخصي ديالو. المساله فعلا هذه المساله كاينه، كنلاحظوا بعض الناس وهذه شخصيا احنا كنعيشوها ان الناس كيجيو كتلاحظ ان الشخص كيكون يعني احنا يعني مع التعود اننا كنشتغلوا في هذا المجال غير برأي بشوفة كما كنحنا بسيطة كنعرفوا الشخص يعني واش عنده وزن، يعني هذا فقط أشياء اللي احنا اكتسبناها بالخبرة التجربة. أكيد كتشوف الشخص، نعم كتشوف الشخص اللي هو ما كيكونش عنده واحد الوزن اللي هو منطقي، ولكن ملي كتحطه فوق الميزان أييه كيبقى عنده واحد الوزن زايد. ألوغ هذا فيزيولوجيا اللي نراجع مسألة بسيطة وهي فعلا هي علميا مثبوتة أن العظم كاين ثلاثة الأنواع. كاين العظم الخفيف، وكاين العظم المتوسط، وكاين العظم الثقيل. الوغ باش الناس يعرفوا لو كان البنيه ديال العظم الداخليه هي البنيه ديال العظم الخارجيه،
لكان دابا الوزن ديال الانسان اربعه د المرات من الوزن اللي عنده، اللي عندك مثلا 70 مثلا كيلوغرام كرافيك 280. علاش؟ لان الداخل ديال العظم ماشي هو الخارج، وهذا الله سبحانه وتعالى كيقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبه. الكائن البشري الان نزل الهندسه باقي ما لقاوش باللي الماده اللي غادي اللي كتشبه العظم فيما يخص الخفه والصلابه والمرونه ديال العظم. ثانيا السطح الخارجي من العظام ماشي هي من السطح الداخلي، وهذا هو اللي كيعطي للتركيبه المختلفه ديال الكائن البشري. كل كائن بشري عنده تركيبه اللي كتختلف حسب داك اللي كنسميو حنا الكثافه ديال العظم، لان ملي كيكون شي واحد مريض كيمشي كيدير شنو كيدير؟ كيدير لوستيو دونسيتوميتري. الوغ هاد لوستيو دونسيتوميتري هي عباره عن تقنيه باش كنعرفوا لا دونسيتي الكثافه ديال العظام. الوغ الكثافه ولا الكتله ديال العظام كتختلف من شخص لاخر، شي واحد ما كيشبه الاخر، ولكن كاينه ثلاثه الانواع، كاين الخفيف وكاين المتوسط وكاين الثقيل. هذا ما يعكس هاد بين قوسين الوزن كيكون زايد رغم ذاك الشكل اللي هو كيشكل الشكل الظاهري كيكون الشكل اللي ما كيبانش فيه الوزن بشكل كبير. نعم. استاذ الحليمي غادي نمشيو نتكلموا على يعني واحد الماده من ضمن المواد الغذائيه اللي كنسمعوا لانها عندها دور كبير، مثلا لا قدر الله الى الانسان تعرض لشي كسر فبزاف ديال الناس كينصحوا بها اللي هو إيلان. إيلان واش فعلا مغذي للعظم بهذه العباره هذه؟ انا ملي كنسمع زريع الكتان وإيلان وحبه الحلوى والنافع هادو ماشي اعشاب، هادو عباره عن دي بلونت اللي هما نباتات غذائيه. صراحة كنوقف عاجز أمام هاد الخلق الإلهي مثلا، وحتى الخردل مثلا، حبة الخردل مذكورة في القرآن الكريم هي لا موطارد، ولكن ماشي بالطريقة اللي كياخذوا الناس، كنهضر على حبة الخردل. لا موطارد مذكورة في القرآن الكريم، حبة الخردل إلا حطيتيها في الميزان ديال الذهب ما غيتحركش هذاك الميزان ديال الذهب، ولكن عندها واحد الفوائد كبيرة بزاف. كذلك الحبة ديال حبة الحلاوة النافع، أنا ملي كنسمع إلان كن كما كنقولوا كنجمع راسي. علاش؟ لان كنشوف راسي امام واحد الغذاء اللي هو كبير، الا بغينا نهضروا عليه راه خصنا نخصصوا له حلقات وحلقات بشكل بسيط. الناس في قديم الزمان كانوا شي واحد قدر الله كان عنده شي فراكتور شي مثلا هرس ولا شي حاجه كانوا كيعطيوه إيلان. إيلان من الاغذيه الجميله الرائعه اللي فيها نسبه الكالسيوم اللي كنسميوه حنا بيو ديسبونيبل. الناس ربما غيتصدموا لواحد النقطه، الكالسيوم ومازال ان شاء الله غنهضروا عليه ولكن غتكون اخر حاجه غنهضروا عليها. غير كاشاره علاقه بإيلان، بعض السوائل البيضاء اللي كيعتقدوا الناس ان فيها نسبه الكالسيوم بسيطه كبيره، نسبه الامتصاص ديال الكالسيوم فيها المصنع في حد ذاته كيقولها، كيقول لك بين 30 35 حتى 40 الماكسيموم نسبه امتصاص الكالسيوم، لا بيو ديسبونيبيتي ديال الكالسيوم. ملي كناخذوا إيلان او لا الشريحه او لا التمر او لا الزبيب او لا الفواكه او لا الماء، لا بيو ديسبونيبيتي ديال الكالسيوم بواحد النسبة تقارب 70%. الوغ هادشي هذا كيعكس يعني الأهمية ديال العادة اللي كانوا كيديروها الناس في قديم الزمان. لا قدر الله شي واحد مثلا وقعت له شي هرس كياخذ إيلان. الناس كيفاش كياخذوا إيلان؟ بلا ما نديروه حتى مع شي حاجة، إيلان نديروه غير مع الشيشة، ناس الشيشة نزيدوا معها النافع، حبة حلاوة، زريعة الكتان، إيلان حتى هو نزيدوه، فعلا ثبت الجدارة ديالو فيما يخص، لأنه هو ينشط لوستيوبلاست. ولوستيوبلاست هما الخلايا اللي كاينه، باش الناس يعرفوا المساله غادي نهضروا عليها ان شاء الله في حلقات مقبله. حنا العظم يتجدد، كاين الحاجه اللي كتنقينا مثلا الا تعرضتي لواحد الكسر كيجي واحد الخلايا سميتهم لوستيوكلاست، كيبقاو يحفروا في ذاك البلاصه ديال الهرسه، يحفروا 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 كيديروا واحد الحفره بحال واحد التونيل، كتجي الخلايا لوستيوبلاست كتحط فوقها كدير الكولاجين خاصه من النوع الاول، داك الكولاجين كيتجمع بيناتو كيكون الكالسيوم كيكون الفوسفور كيكون فيتامين د كيكون البورون، هادوما كاملين كيكونوا ما يسمى بالعظم. في واحد 120 يوم كيكون تجددت لك هذيك الخلايا. شكون اللي كيقوم بهذا الدور؟ هذايا هي عباره عن فريق العمل، وهذا الفريق العمل فين كاين؟ بشكل بسيط جدا، وكله المغنيسيوم الفوسفور الكالسيوم هادوما كاملين كاينين في إيلان. داكشي علاش المغاربه كانوا كيديروا هاد الاشياء هادي. قلت انا الثقافه الغذائيه المغربيه مستقبل النظام الغذائي المغربي كاين في الماضي ديالو، وانا جيد انني كنسمع باختصاصيين في التغذيه اللي عندهم وزن عالميا واخا يتحدثون عن النظام الغذائي المغربي. والله العظيم كنقول انا هذا فخر
للمغاربه، كنتمنى ان هاد المغاربه كلهم يفهموا هذه النقطه. وان شاء الله للحديث بقيه، بقى عندنا سلسله حلقات على العظام. لا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. وجاي نهايه اسبوع عافاكم، تحركوا، الحركه بركه، وهذه البركه كتعود لنا بواحد النسبه كبيره، بواحد الفائده كبيره على العظام، لان العظام عندها علاقه بالعظم. كسونا العظام لحمه.